يعني بشغف كبير تابعت الجماهير العراقية مباراة منتخبها أمام نظيره الكوري الجنوبي. شاهدنا حماس كبير من قبل المشجعين ومن قبل العراقيين بصورة عامة، حيث منذ أكثر من يومين وهم يتحدثون عن هذه المباراة المصيرية، خاصة وأنها تأتي في المرحلة أو هي المباراة الأولى للمنتخب العراقي في هذه التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022. هذه المباراة الجمهور العراقي شاهدنا هناك رضا كبير من قبل العراقيين على المنتخب الوطني، خاصة بعد التغييرات التي حدثت مؤخرا فيما يخص المنتخب فيما يخص مدرب المنتخب، وأيضا بعض اللاعبين الذين كانوا مغتربين وغير مستدعين للمنتخب اليوم شاهدناهم في المنتخب وشكلوا عامل أساسي في هذه المباريات. ويتطلع الجمهور العراقي أن تكون المباريات القادمة أكثر نشاط، يعني أن يحقق انتصارات المنتخب أكثر، حيث مثل ما تعرفون أن الشيء المفرح للعراقيين هو مباريات المنتخب. طيب نعم. آراء الجماهير التي رصدتها علي، هل كانت فيها توقعات لنتائج مباراة اليوم؟ يعني الكثير من الجماهير التي تحدثنا معها كانت راضية عن أداء المنتخب بصورة عامة، يعني خاصة بعد الأمور التي حدثت مؤخرا والتخبطات وتغيير المدرب وغيره من الأمور التي حدثت مع المنتخب. بالتالي أن تلعب مع منتخب بقيمة كوريا الجنوبية، هذا المنتخب الذي تأهل في أكثر من مرة إلى نهائيات كأس العالم، بل هو جزء أساسي من المتأهلين إلى كأس العالم، خاصة في الدورات كأس العالم الأخيرة. نعم. بالتالي أن تتعادل معه في أرضه وبين جماهيره، وأيضا يعني شاهدنا اليوم هناك أمطار، وهذا الموضوع الطقس يختلف بين بغداد وسيئول، هذا الموضوع كله يعني تأثيرات. بالتالي أن تذهب إلى كوريا الجنوبية وتعود إلى نقطة في أول مباراة في ظل هذه الظروف، يعتبرها العراقيين والمشجعين والرياضيين بصورة خاصة نتيجة إيجابية. شكرا. نعم. لك من بغداد علي عبد الكريم مراسل قناة الفلوجة.